في 2018 دابا انا طالب كنقرا في البكالوريا ان شاء الله. كنتمنى نحصل على موعد ماشي غير على نحصل على البكالوريا، ان شاء الله نحصل على البكالوريا بنقطه عاليه باش نتمكن نضم لليونيفرسيتي ان شاء الله. بالنسبه للمغاربه كنوجه لهم واحد الرساله اللي هي كتخص هاد السنه وهاد المناسبه اللي كاسلام كنحن كمسلمين ما خصناش نحتفلوا بها نهائيا. يعني كنشوفوا بزاف ديال الحالات يعني كتقلق وكتعصب وكيبقى فيك الحال حيت كتشوف دوك الناس مساكن. يعني كتشوف شباب كنحن كشباب كنشوفوا شباب مغاربه كيتعرضوا بزاف ديال الاساءات من خلال داكشي اللي كيقوموا به. نحن كشباب خصنا نوعوا يعني بهذه المناسبه ما خصناش نديروها. يعني الانسان اي انفو كيدير شي حاجه خصو يرجع لكتاب الله عز وجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كتابه كل من اعتقد، يعني نقول لك يعني ما كاينش في آية غير مضمون ديالها. نحن ما بزاف تيقول لك انه في ظل المشاكل اللي كنعيشوا احنا كشباب عندنا غير هاد المناسبات اللي كنخرجوا هذاك الكبش ولا هذاك المشاكل الاجتماعيه اللي عايشه في الداخل ديالنا كنفرغوها. عرفتي علاش؟ الشاب المغربي ملي كيواجه اي مشكل ما كيمشيش لكتاب الله. عرفتي ملي عرفتي انا كشاب كندوي لك على تجربه شخصيه، اقسم بالله كنشد القران الكريم كنمشي كنقراه وكان راسي كنتبع مع دوك الكلمات يعني في الاخير هو كلام الله عز وجل. انا ملي كنقرا كنرتاح نفسيا. وبالنسبه لي انا كشاب مغربي حتى انا كشباب اخرين اقسم بالله ما عمري حسيت بهذيك اللي قلتي ملي كنتوجه لله عز وجل. يعني كاي شاب كما كان واجهتي مشاكل عندك بلي اي حاجه عندك كتمشي كتوجه الله عز وجل كل شيء غادي يتفك تماك. كنتمنى لجميع المغاربه ان شاء الله بهذه المناسبه راه ما خصناش نحتفلوا بها نهائيا. والله يعني انا يا ريت انا كان يا ريت كهذا الراي ديال اللي قلت يوصل بزاف ديال الشباب. هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.